أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عمري على هامش زيارة تفقدية قادته للولاية المنتدبة المنيعة عن منح مشروع إنجاز مخزن سعة 300 ألف قنطار لتخزين الحبوب، خاصة بعد تحول الولاية المنتدبة إلى ولاية رائدة في إنتاج الحبوب. التغطية كانت للعاصم بخاري. وضع حجر الاساس لبناء يعني المخزن، مخزن تاع 300 الف قنطار ان شاء الله، اللي راح يدعم هذا الديناميكية تاع الانتاج، وراح يسهل للمزارعين خاصه عن طريق الشباك الموحد باش يكون فيه لهنا كلش متاح، يعني البذور وعناصر الانتاج كالاسمده والادويه والقروض والتامين، كل شيء يكون هنا مجند في عين المكان، وتكون ثانيك يعني طاقات للتخزين للمنتجين ان شاء الله باش ينجوا في كل اريحيه.